يلا جينا من واحد الحديثه كانت وقعت لواحد الاخ ديالنا في وليليك. ايوا ملي جينا سيدي هنا لقينا واحد جوج عصابات مضاربين مع بعضياتهم، جايين بالكلاب وجايين بغيو يضربوا لينا هنا. يعني الا ضربوا لينا هنا غتولي الخسائر، ما غتبقاش خسائر تقدر تكون خسائر حتى في الارواح، ولكن الاولى والاولى اللي كيركز عليها العساس هي المساله ديال الباركينغ ديالو ديال السيارات. يعني هاد السيارات هادي حتى وحده فيهم ما غتبقى صحيحه، هذا هو اللي كاين. يعني العساس كيقوم بواحد الدور اللي هو كبير وكبير في استتباب الامن، ولكن راه ما عندوش الصلاحيات باش يدافع على راسه. يعني بمجرد ما كيكون رد الفعل ديالك انت على واحد جاي باغي يحيح، وكيكون واحد رد الفعل ديالك انت اذا ضربتيه كتولي انت وياه في قفص الاتهام. كتصابات دراري يلاه طالعين، حنا الناس القدام هما اللي تنعرفوا، اما هادشي الجديد راه ما تنعرفوا فيهم حتى واحد، حيت ما فيهم ما يتعرف على اللي تقرقب ولا اللي مخاسم مع دارهم ولا اللي عينه في العساس كيهبط ليه ويتم جاي ويحيح ويعربط. راه بزاف. ها دابا اشنو وقع؟ هذا عار، هذا عار. يعني دابا كما قلت لك يلا جينا من واحد الحدث كان وقع للعساس الاخ ديالنا، يلا كان وقع لواحد العساس ديالنا. يعني بمجرد ما جيت هنا لقيت جوج عصابات مجموعين لي هنا، يعني دايرين ساحه الواغا، وملي غيديروا لي انا ساحه الواغا هنايا اش المصير ديال الطوموبيلات؟ اشنو هو كي غيوليو الطوموبيلات؟ وهذا الشيء راكم شفتوه عاود شفتوه عاود شفتوه، فهمتيني؟ فهمتيني ولا لا؟ يعني على حسب الواقعه اللي وقعت البارح راه كلشي شافها، حتى حنا راه كنا من المتفاجئين بهذيك الواقعه اللي وقعت البارح. البارح عصابات على حسب ما قالوا، حيت انا هذا هو السيكتور ديالي، يعني العساس اللي في ذاك السيكتور هو اللي ممكن انه يعطيكم جميع التفاصيل ديال داك الشيء اللي وقع. انا كنهضر لك على هذا الشيء اللي وقع دابا هنا. يعني ولاو عصابات كيجيو كيتلاقاو في بلاصه، الناس كيمشيو ضحايا، اصحاب السيارات كيمشيو ضحايا، كيوليو يتشيروا بالحجر، كيوليو يضربوا الجناوه، وربما حتى العساس الا تدخل حتى هو راه غادي تكون، يعني غادي تكون عنده واحد غادي يتصاب مكروه. هذا هو اللي كاين. وبالدليل راه الاخ خالد ديالنا اللي كان معنا قبيله واللي حضر معنا في الحادثه ديال وليلي اللي تقطعات ليه يدو ديك المره، يعني العساس ولا بحال مستهدف. هذا هو اللي كاين، فهمتيني اخويا؟ وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.